رؤساء الجامعات المحترمين استاذ حضور كان كنشكركم جزيل الشكر على الاتفاق تاع القطاع الفلاحي. وبالنسبه لقطاع الفلاحه حنا واضعين واحد استراتيجيه اللي هي الجيل الاخضر يكون الحمد لله في عرض الرياضه واللي فيها مشاريع واضحه المعالم يعني بالاهداف ديالها بالارقام ديالها. التنزيل ديال هذه الاستراتيجيه هو تصاميم فلاحيه جهويه، والتصميم الجهوي الفلاحي ما هو الا جميع ديال التصاميم الاقليميه الفلاحيه او التصميم الفلاحي للعملات في بعض الاحيان. والحمد لله العملات ديال صخره تمارا خدات القسط ديالها في هذه المشاريع. بالنسبه للمشاريع حنا هي مبرمجه ما بين 2020 حتى 2030، ولكن هنا غادي نذكرين هذه المشاريع اللي ما بين 2021 2016 اللي هي تزامن مع الفتره ديال برنامج التنميه الجهويه. كاين واحد المجموعه ديال المشاريع في الاعداد العقاري يعني ضد الانجراف التربه، واحد المجموعه ديال المشاريع. كان بالنسبه للفلاحه التضامنيه كان تسجل، ولكن التدخل ديالنا المحوري في هذا هو تشجيع الاستثمار من خلال الدعم. وعلى سبيل المعلومه الحمد لله هذا العام ديال 2021 تقريبا دابا وصلنا 40 مليون ديال الدرهم ديال الدعم. فاش كنقولوا 40 مليون اللي هي 100 مليون ديال الاستثمار، لان درنا هذا الراسيو ديال الاستثمار على الدعم تقريبا واحد 2 مليون. وبالتالي تقريبا هاد 40 مليون ديال الدرهم الحمد لله خلقت واحد 100 مليون ديال الاستثمار. بالنسبه لصخره تمارا هذا في نفوذ المديريه ديال الاقليميه يعني صخره تمارا وعين السنه، ولكن الحمد لله ما يفوق الثلثين ديال الدعم كيكون في صخره تمارا. هنا التدخل ديالي باش نقول زعما بالنسبه للدعم هاد المرات كنستثنيو بعض الزراعات. حنا كنسميو اللي كيطلعوا بفالور جوتي يعني الزراعات اللي عندها قيمه مضافه عاليه ما كتاخذش الدعم، مثل مثلا البوكا ومثل الدانيا. فاش كنقولوا لافين الدانيا يعني مثلا ياخذ لها منطقه الصخيرات كاين دي دوليونس يعني الفلاحه كيبغيو هذا النوع ديال الغرس. وهنا السيد العامل السيد الرئيس زعما اقترح يرد لها واحد المشروع نموذجي يعني تكون فيه واحد 200 هكتار ولا 250 ولا 300 ديال الدانيا، ونكونوا فيها كل الشرط يعني تكون فيه وزاره الفلاحه، يكون فيه مجلس الجامعه، يكون فيه مجلس الاقليمي، مجلس الجهه، ويكون المشروع ان شاء الله نموذجي اذا كان ممكن. كاين واحد الشق مهم اللي هو كما احنا الحمد لله هذه المشاريع جات من بعد تقييم ديال وقت المغرب الاخضر، ومن بعد تقييم ديال وقت المغرب خرجنا هذا الشق ديال الاسواق مهم جدا بالنسبه للاستراتيجيات زي زوتروكو الاسواق الاسبوعيه ولا اسواق لي مارشانديسيو يعني اسواق الغنم. وهنا الحمد لله الوزاره زعما باش تعطي تري بون كونتريبيسيون يعني واحد المساهمه اللي هي الى لقينا شركاء ان شاء الله باش نبداو نشتغلوا في هذا الشق ديال الاسواق اللي شاد فوالا اون جينيرال. كاين محاور اخرى اللي ان شاء الله غادي نخدموا فيها في اطار هذه الاستراتيجيه هي رياده الاعمال التكوين. كاين واحد مجموعه المشاريع مقبله وهذا الشيء ان شاء الله غادي نقولوا العاملات ديال صخره تمره عندها القياس ديالها في هذه المشاريع. وشكرا.